السلام عليكم، شكرا جورنال الأصوات، ومعكم فنان جمال الدين بن حدو. فهاد اليوم السعيد كنهني صاحب الجلالة والأسرة الملكية بعيد الاستقلال، وتنهني جميع المغاربة داخل وخارج الوطن. تنقول لهم مبروك علينا الوطن ديالنا والمملكة ديالنا الغالية اللي تتعرف واحد التقدم واحد التطور باهر ومعروف. وتنتمنى ان شاء الله باش نقول واحد الفكره اللي هي اننا في هذه اللحظه هذه ديال المشكل ديال الصحراء المغربيه، احنا كنتمنوا ان شاء الله باش يحضر العقل والالتزام والرزانه. فميمكنش المغربي كما بغى يكون باش يخلي واحد الطرف من ذاته اللي هي الارض المغربيه الشريفه. احنا كنتمنوا جميع المغاربه يعيشوا مزيان، وتنتمنوا كذلك اخواننا الجزائريين. احنا كنعرفوا احنا كنحبوا الشعب الجزائري، والشعب الجزائري كنعرفوا تيحبنا، عندنا علاقات وطيده لان احنا كنا الحمد لله مغاربه. تنتمنى باش يحضر التعقل، وحنا دائما مستعدين. وانا كما قلت في الفضاء الازرق انني اعلنت على اني عسكري، لان خصنا ندافعوا، اما تكون وطني اما تكون ماشي وطني في هذه اللحظات هذه. بمعنى ما كاينش الالوان، انا كتغيب الالوان تولي كحل ولا ابيض. الحمد لله حنا ولاد هذا الوطن ولاد التربه، وما يمكنناش نتنازلوا على شبر واحد من المغرب كله وخاصة الصحراء المغربية. بالنسبة لهذا الوباء، أنا كنشكر المجهودات اللي تيدير صاحب الجلالة الله ينصرو، والحفاظ على الشعب ديالو والحفاظ علينا كاملين. خصنا حتى حنا نتضامنوا معاه، وتنشكر جميع الناس اللي تيشتغلوا في الصالح العام ضد هذا الوباء. وتنتمنى ان شاء الله باش تمر هذه العمليه ديال التلقيح، تتمر وغادي تتمر على احسن ما يرام، وانا كنتظرها بفارغ من الصبر. النقطه الثالثه ديال الجديد ديال جمال الدين بن حدو، هو انا درت واحد الاغنيه ديال درت واحد اربعه القصائد من الحنيه. الاولى اللي هي دويت فيها على كورونا، والثانية اللي دويت فيها على هاد الأعمال والمجهودات اللي تيديروا الحكومة ديالنا. وخصنا نعرفوا أن ما خصناش ننكروا الجميع، لأن من لا يشكروا، هذا هو العنوان ديالها، من لا يشكروا الله، من لا يشكروا الناس لا يشكروا الله. إذا ما خصناش دائما نكونوا سلبيين في الملاحظات ديالنا على أي واحد. كاين إكراهات كبيرة، وكاين واحد العمل جبار، وكاين عقول تبارك الله اللي جد متطورة عندنا في المغرب. عندنا أطباء أكفاء، عندنا أساتذة أكفاء، وعندنا كذلك الشعب المغربي جميل، وما فيها بس لكن بعض الحالات اللي كتكون هذا ما كاين، بس لأن دائما نسعى إلى الأحسن والأفضل. تنتمنى كل شيء يدير يد في اليد باش نبقاو دائما تنعاونوا بعضنا البعض، ونبقاو دائما تنحميوا الوطن ديالنا من اي هجوم خارجي او من اي شيء يقدر يضر. شكرا لكم جورنال اصوات، وبارك الله فيكم. وتنحيي كذلك من خلالكم الجسد الصحفي اللي تيقوم باعمال جليله على الصعيد على المستوى الوطني. وشكرا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.